السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا فيديو ديال اليوم، فيديو جديد مع سناء. المهم استعدادا لرمضان، الله يدخلوا علينا بالرزق والصحه والسلامه وباش ما كتمنوا كاملين. شنو نقول لكم البنات؟ اليوم بغيت نشارك معكم، غادي ننظم بيت الخزين عندي، ما نعاودش لكم. مقربل تاع بصح هنا، يلا فقت الصباح. المهم فطرنا وكل شيء، درت لي واحد شويه ديال اللويزه، بغيت نشقى وانا كنشرب في اللويزه هكا. المهم انا كنوجدها هنايا، غادي ننظم معكم البيت الخزين او بيت المونه او الغرفه اللي كندير فيها المواد الغذائيه، غادي ننظمها اليوم وغادي تشاركوها معايا. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وهاك يكون فيديو تحفيزي لكاع اللي عندها شي بيت بحال ما هكا وما مصيباش. وراكم عارفين ملي كتبقى تجبدي حاجه وتردي حاجه وتجبدي حاجه، راه صافي راه كيترون هذاك البيت، خصوصا الا كانوا كيديروا فيه جوج ايدين بحال الزوج ديالي. فاش كينوض يبغي يجبد شي حاجه كيجبد هذه ويرون هذه، يعني حتى حاجه ما كترجع بلاصتها. وانا كذلك ومثال، انا الا بديت كنزرف في الشقه ما كنرجعش كل حاجه لبلاصتها. المهم اليوم غادي نبداو ننظموا مع بعضياتنا، ونتمنى لكم فرجه ممتعه. دابا عاد غادي ندوزو لداكشي اللي كتبت لكم في العنوان، وهو غادي ننظفو بيت المونة ولا بيت الخزين اولا البلاصه اللي انا دايره فيها الاكل اللي كي تحتاج يدار لف الثلاجه لا والو. المهم هنايا كيف كتشوفوا راه عندي مقربل، هانتوما كتشوفوا عندي مقربل. المهم البنات هذا راه غير واحد سوسيس تركي ديال تشوفوا كو تصحبوا شي حاجه. المهم البنات اللي كيتنواو هذا غير واحد بحال الصوصيص كيتسلق غير في الماء وكيتكال ديال البقري، خديته من عند تركي يعني حلال. المهم انتم كتشوفوا الدنيا مقربله مقربله مقربله، انتم هاد البلاصه عندي انا تحت من الدروج، انتم كيف كتشوف مرون 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 تاع بصح. انتم شوفوا التقربيله اللي مقربله هنايا، هادشي كلشي غادي يتجبد اليوم بما انني ما غادي نطيب والو. غادي اليوم نبدا التنظيف من هاد البلاصه هادي ديالي اللي خصني نبدا بها هي الاولى. كلشي هادشي خصو يترطب، وها نتوما معايا تشوفوني كيفاش غنرجع هاد القنت، والله يستر وصافي منين غنبداه. يلا نبدا معكم دابا طريقه التنظيف. انا فما كنبغي نشقى وكان يكون عندي بزاف ديال التمارين. المهم البنات دابا قبل ما نبدا يلا جري. اول حاجه قبل ما نبدا هذا البيت نخويه، عندي داك الربيع خصني اول حاجه نديرو في الورق، في واحد الورق ونديرو في الميكات ديال المجمد باش يعرف الثلاجه نحتفظ به. بزاف منا قال لي داكشي كامل بلا ما تجمدي. اوكي المهم اللويزه ديالي راه عرفتي شحال سخونه، بقى كاع ما بردت. دابا غادي نجيب هذاك الربيع نصيبو الاول. آدم جئنا ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا، للخير نميل بفطرتنا، للقيم برانا بارينا، كنا رجلا صرنا أمما نرقى برقي مبادينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضر. البنات ها ما صيبتهم، غادي نديرهم في الثلاجة. البنات بزاف قال لي راه كيصبروا، ما عمري ما درت كندير النعناع الربيع، ما عمري ما درتها. غير فكرة زوينة، أنا كنبغي يطري وراه حيت باقي ما ناضش ليا في الجردة، أنا زرعته خاصو ينوض. ملي كينوض ما كنبقاش نشري هذا من الزنقة البنات، كنبقى نخرج من الجردة نقطع ونقرب بيدي صافي حتى هذا حل. هما عندي هنا واحد جوج ثلاثة أربعة،
3 4 5 5 د البلاستيك تنديرو في الثلاجه. شكرا على سالي. سالي شكرا لك. البنات حيت نور خاصني نديها للحضانه وخاصني ندير لها شي حاجه تاكلها، غندير لها المقرونيه في الزربه، بالزربه هي اللي كتوجد بالزربه، غندير لها هذا الشكل هذا البنات، هذا معها شويه الفرماج وهذا باش نحيد لها عليا، نخليها تغطي راسها. ندير لها حساب كيس عامر كيف فيها خاصو، كندير على الفرماج من الفوق وراك تاكلها. الناس هاد الكاس راه كافي، ودابا خاصني نخرج هذاك الشيء كامل اللي لداخل. خلاص انا خويتها غادي نمسحها غير بداك ليلان جات المعقمه وصافي، وغادي نرتب هذا القنت هذا. بالنسبه لهذه البنات كندير فيها سباكيتي طويله، هاد سباكيتي هي اللي كنديرها فيها وكنسدلها هكا. مكروني دين دابا الحضانه، غادي ندي نور. نور عزيز انا من جو هنايا انت عزيز، على من جو هنايا تبغي توقف شويه هنايا تبقى تشوف هاد البطات كيعجبوها بزاف صراحة، ولا الجو زوين ونضات الخضورية كتخرج. انت انت يا بنتي بطيطة، هادي بطة بطة شفت كينا كي كدير شو خرختها ولا ما عرفت بنتها ولا الله غدا عندها دابا زوينة ياك زوين توي زوينة انت زوينة ياك، قولي زوينة زوينة. يلا نمشي ودابا يفوت علينا الحال. بنت لوستي اتصلت بيا قالت لي غادي نجي عندك دابا، قلت لها واه انت حتى لواحد وربعة وكوني عندي، هي مسكينة عندها شي رونديفو غادي تجي عندي غير تشوفني بالزربة بزربة وترجع، قلت لها واقي لواحد وربعة كوني عندي باش كن تلقايني في الدار. يلا جات عندي بنت لوستي ومشات. انا رديت نور المدرسه راه كيف العاده بيجامه فوق سروال نجي لتحت التاكيطه وكندي نور ونجي. المهم جات عندها شي رونديفو، جات مزروبه مزروبه داكا كنصيف الغديوه باش ناكلها انا وياها، قالت لك لا ما غاديش نقدر نجلس، عطيتها غير واحد الكاس ديال هاد الفلان باش تذوقها واقف مزروبه، وقلت لها شنو ندير، قالت لي ديري ليا غير شي بغوتي فيه شي حاجه، غير شي خبز فيه شي حاجه صافي. قلت لها خدي شنو بغيتي من الثلاجه، صيبي خبزها ومشات مزروبه، قلت لها مابقاش جاتني مزروبه. المهم مشات كتجري، دابا غادي نكمل انا هاد الشيء دابا، راه يلاه جوج لاروب جوج ونص خصني ثاني نخرج نمشي نجيب نور المدرسه، والله الا تكرفي صافي اجي نوريكم فين وصلت. شوفوا البنات هاد الطبقه الفوقانيه ها كيفاش درت ليها،
تبقى تحسي البنات غادي يقولوا لي سناء خدي سيرفيس يكون مقاد ديال التنظيم، وهكا غادي نقول لكم متفقه معاكم غادي ان شاء الله ناخذهم باش كلشي يولي بحال بحال. دابا راه كيبان لي هادشي مبرقع، نوريكم دابا بحال ما هادشي خاصني ناخذ بزاف بحال هادشي، واخا هما راه كيشدوا البلايصه البنات، شي هادو متحقروهمش راه واخا كينظموا كيشدوا البلايص. هنا لتحت غادي نبدا ناخذ يمكن بحال هادشي، انت فين دايره العدس، درت اللوبيا. المهم من بعد غادي نوريكم هادشي كامل فاش غادي ننظمو. هنايا كندير غير داكشي ديال التوابل اللي بحال الزعتر وداكشي. المهم وهاد البلاصه باقاليه حتى هي، راه ما نعاودش لكم رانا جات. المهم عطيتها وقتها واحد شويه وهي دابا مشات، وانا غادي نبدا نكمل الشغل. نطلع هادو الزولدر، يعني داكشي اللي مكنستعملش بزاف بحال هاد الكاس ديال هاد الميكسور، هذا كلشي هادشي غنطلعو فوق، ما كنحتاجوش بزاف. اللهم عندي واحد الماريو الفوق كندير فيه هادشي اللي مكنستعملش، وكندير فيه حتى دوك الحويجات اللي كنبدي معايا المغرب، كلشي كنحطو فداك البيت الفوقاني كيبقى موقر اصلا، ما تيطلع لي حتى واحد، نطلع لي انا امي. قريبا نسالي البنات ولا لا قريبا، عرفتي شنو ضربت البريق ديال لويزا ها اللي بقى منو، اتصوري والله حتى دخت ومازال كنجبد بالطبقه بالطبقه البنات ودخت. دابا ها اللي بقى خصني نقادو نستفو هادشي اللي هنايا بحال هاد العويدات ديال الشوا، هادي ارز الميطه راه درتها في سوبيرات ومازال باقي منها هاد شويه، عويدات القرفه، هادي الحبه السوداء، خلاص هادو غير الفاني وسميتو. المهم انا غادي نستف كلشي، غادي نبدا نوريكم اشنو درت وكل حاجه فين حطيتها، ما بقى لي والو، بقى لي غير هادشي خصني نشوف كيفاش ندير ليه ونخشيه، اما كلشي قاديتو بقى لي واحد الشطيبه ندوزها من التحت. البنات واخيرا كملت، تصوروا معاه من 10:30 ديال الصباح ودابا راه 4:30 ديال العشيه، يعني خطاتني ديك الوقيته فاش دارت مع بنت لوستي وفاش مشيت جبت نورمال من الحضانه. صافي وانا دابا كملت الحمد لله، بعدا حاولت ننظمو بابسط الحاجات تناخذ ليه دوك، المهم داك اللي كيبانو اسورتي مع بعضياتهم تيبان كلشي متناسق، المهم الواحد يدير بابسط الحاجات البنات، ماشي ضروري خصكم يكون عندكم داكشي متشابه ولا الواحد هو اللي يكون عنده داكشي غير منظم شويه، غير تحلي بعدا هنايا يعطيك فرصه فين تقلبي على شي حاجه. انا لا، انا ملي كنكروب ولا فاش كندير ما كنجبد شي حاجه من هنا كنمشي نقضي بها، ما كنرداش البلاصه، عاد كنحل بها البلاصه اللي بانت لي خاويه كنحطها في عيني، كنرون كنرون انا كنرون. المهم دابا غنوريكم كيفاش نظمتو كيفاش رجعتو، قبلوا لي على اللي كاين وقولوا رايكم في التعاليق بلا سب وشتم، غير شنو رايكم واشنو خصني مازال ندير. المهم تناخذ بعدا منظمات جداد ويحل الله. يلا نوريكم دابا كيفاش رجعتو، المهم كم راه عاقلين عليه كيفاش كاين. البنات ها هما، نبدا لكم من الصف الفوقاني، هنا درت انواع المعجنات كاملين في هاد العيبات، هادو كنت خديتهم من اكسيون، هما وهادوك الكبار، هادو شويه ثمن زايد على هادوك الكبارات، هادي خلاص دايره فيها سباكيتي، وهنا حاطه داكشي اللي كيخص المعجنات، هادو غير الشوربه اللي زرب زرب، هنا حاطه داكشي اللي كيخص بزاف المعجنات بحال هاد مطيشه، هادي غير اندومي اللي هكا في جو ما باغي يزرب يزرب. المهم هادي تي محسوبه على المعجنات، وخلاص هاد لي صوص حكاك مطيشه هنايا،
غادي ارجع لكم لتحت. هنايا حاطه القطنيات يعني بحال هنايا دايره العدس، دايره العدس، هنايا اللوبيا، هذا جلبانه بصراحه، هنايا دايره العدس الاحمر ديال الصوبه، هذا الزرع كيجي زوين مع الحليب، فول، هنايا دي كينوا، هنا حاطه الكوك، هذه شنو فيها فيها الزبيب، هنا الشوفان، الكونفليكس، هذا اللي خاص داك ديال الروز، الكسكسو، الحمص، بحال السوسيس، هادو عرطون، جلبانه والذرة، حاطه هادو كاملين مع بعضياتهم. هنايا هنا لتحت كاينين العشوب، زريعة الكتان، حبوب الأزير، نسينا بعض الشوب لتحت، أزير، الزعتر، الخزامة، الحلبة، الشيح، الشيح هادي سميتو السمسم الأسود، يعني جنجلان اللي هو أسود، السمسم كتجي في السوشي زوين، قرنفل، الشيا، جنجلان، هادي حب رشاد، هذا غير السكر البني، حاطه هنايا هذا ديال الحلوى، هنا كاين غير الزميطه، هادو تا هما فانيلا وبيكين، بيكين صودا، هنايا حاطه غير الكنور، ما كنستعملوش بزاف، شو نهار جبتهم هما باقين، مره مره عاد كنستعملهم، هذا تا هو مره مره عاد كنستعملو، كنستعملوش بزاف هادو. المهم هنايا حطيت زعما داكشي ديال الطياب. ندوزو هنايا دايره العطريه، العطريه اللي كان ملي كتقاد لي عطريه اللي في قراعي الصغار، كنجي ناخذ من هاد القراعي الكبار، كندير هنا في سكينجبير، البزار، القزبر، يابس، الكمون، القرفه، التحميره، السكر، هذا غير السمن حاطه هنايا، هذا اللي حضرت معكم موكا، موكا دايره في هاد القريعه هادي، هنايا دايره هنايا هنا دايره القهوه بالعطريه، كنهضر بشويه حيت نور ناعسه. خلاص حاطه هنايا العسل الحور، العسل، المهم هادو اللي باقي ما مستعملاش حاطه من هذه الخميره، هادو اللي حاطه هنا والميزان، ولتحت حاطه العجانه، ما نقدرش نستغنى على العجانه ونطلعها الفوق، بزاف الماء طلعتهم فوق، ودوك اللي كنستعملهم اكثريه كنخليهم لتحت، وهنايا حاطه غير هذوك شتي يقولوا لي صوص اللي في الكراتن حاطاهم هنايا، تم خلاص الحليب والسميده ديال المسمان، المهم داكشي اللي باقي مسدود، ولهيها البنات. المهم قلت لكم من هنايا، هنا حاطه على القهوه، حاطه على القهوه هنايا، مي هذه كان جاتني غير كادو كادو. المهم هنايا مي كتكون اكسي كناخذ القهوه، كناخذ حتى الوالده وتنصيفط ليها، المهم القهوه انا كنحماق عليها. حاطه هنا هذا الشيء بحال هكا اللي كبيتو في القرايه وقشط منه، كنلويه وكنديرو في هذا السوبر، هذه غير الشعريه. حاطه هنا الزيتون والحامض، هذه كنستعملها مره مره، هشام كيبغي يسخن فيها شي حاجه، هذا الشيء اللي خاص بالحلوى، ولتحت المقالي ديالي اللي كنستعمل اكثريه. هنايا حاطه العطريه اللي بالزايد ولا العشوب اللي بالزايد، وحتى في هاد السوبيره هادي دايره العطريه، هنا دايره غير بحال الزعتر، اللويزه، هذا غير البزار بقى هنا، ورقه سيدنا موسى حطيتها هنايا، والقرفه عواد، هذا البراد كنستعملو مره مره، وهادي فائر داكشي لي ديال السوشي خاشيه في هاد اللعيبه بحال الورقه، داكشي باش كنلوي السوشي، المهم داكشي اللي خاص بالسوشي حاطاه هنايا. صافي هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الشبيكه، هادي حاطه فيها البطاطا حيت ما نقدرش نخرجها لبرا، هادي الكماله ديال العطريه بقات لي حطيتها هنايا، وصافي هادي غير كندير فيها القراعي ديال الخاوي اللي كنشربو، وصافي هذا واحد السيرفيس ديال الماس والفراشط اللي كيتكال فيهم اللحم والستيك، صافي هادشي اللي كاين، داكشي اللي محتاج حطيته على الأقل، هادي غير واحد الطويبله. هنايا البنات هذا السطل ديال القمح اللي من خالته، وهذه السميده ديال الخبز، صافي صافي. انا حطها واحد قرعه زيت العود وواحد جافيل اللي باقي ما مستعملاش، باقي جديد، باقي ما نسيتوش، وصافي تيكون هنايا هذا هو الشكل النهائي البنات. حاولت ننظم غير شويه، راه عرفتي ما نعاودش لكم كيفاش كانت،
حاولت ننظم شويه وصافي. تتقولي رايكم البنات وشنو خاص وشنو نزيد، واخا تتقولي اشنو مازال نقدر نصيب، وارائكم باحترام يعطيكم الستر البنات. ويلا نخليكم دابا غادي نقول لكم تهلاو في ريوسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. نخلي لكم راحة البال وان شاء الله الفيديو الجاي يكون فيديو اخر. المهم دابا غير استعدادات لرمضان ما كنعير شقا 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 وصافي. هادشي اللي كان، اي حاجه كنت غادي نخملها راكم معايا. كاين اللي خملته ونسيت ما صورتش ليكم بحال بيتي وبيت نور، راهم مخملين. الكوزينه راه خلاص، انا كل اسبوع كنجبد بلاصه يعني ما كنخليهاش تراكم عليا. ومهم اي حاجه بقات لي يوم من الكوزينه راه غادي نشاركها معاكم. يلا بسلام عليكم حتى فيديو جديد ان شاء الله. ما قال لكم.